سؤال يقول: السلام عليكم، زوجي كان اشترى بقرة للأضحية قبل العيد، وبعدين مرضت البقرة جدا، فزوجي اشترى جدي وضحى بيه، بس بعد العيد البقرة خفت فذبحها بنية الأضحية بعد العيد، فهل يأخذ الثواب؟ لا، هو طبعا ما يذبحش بنية الأضحية لأن لا أضحية بعد العيد، أي إنما نرجو من الله عز وجل، وليس ذلك على الله بعزيز، ما دام يعني كانت هي أصلا لهذه النية فهو على نيته، ولكن هي يعني ليست أضحية بالإسم لأن التوقيت نعم انتهى، أيوه لكن نسأل الله أن يكون له أجر الأضحية وقد يكون وزيادة، نعم هذه مسألة عند الله عز وجل، فلا حرج على فضل الله. جزاكم الله خيرا.